والدراري كداري لاباس عليكم كلشي بخير، نتمنى تكونوا كاملين بخير. وان شاء الله الحلقه ديال اليوم ما غتكونش بحال جميع الحلقات، لانه الحلقه ديال اليوم واعره بزاف. السؤال ديالي لكم قبل ما نبداو الفيديو هو واش نتوما مستعدين تخلصوا الثمن ديال النجاح؟ لانه النجاح عنده ثمن. واش نتوما مستعدين تخلصوا هذا الثمن؟ لكن الجواب ديالك بنعم فتابع معايا الفيديو حتى الاخر، و الا كان لا وقف الفيديو سير لك الطوندونس يضحكوا لك شويه. لكن انت اول مره كتزور القناه ديالي عليك الا بالاشتراك وتفعيل الجرس باش انا توصل بالجديد ديما انت الاول. الموضوع ديالنا اليوم كما كتعرفوا هاد الايام كل شيء كيسمع البكالوريا او الجهوي او فقط الامتحانات، كل شيء كيحس بواحد ستريس وكيحس بواحد الخلعه. يعني انا حاليا كنمر بهذه المرحله هذه، يعني حاس بكم وغادي نبارطاجي معكم فقط التجربه ديالي باش انني خديت الباك بمونسيون، يعني في ظرف فقط شهر ولا ما عقلتش شحال بالضبط فاش بدينا المراجعه. يعني كنت انا وثلاثه الاصدقاء ديالي بدينا المراجعه والحمد لله جاب الله التيسير وبثلاثنا نجحنا والحمد لله. كل واحد خدا الطريق ديالو وكمل في داكشي اللي بغى يدير. اول حاجه رمضان كريم، الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه. عارف انني عطلت الفيديو بزاف انني كنت مديرونجي شويه مع امتحانات، كنت دوزت شي امتحانات هذه السيمانه، يعني الظروف راكم عارفين. اول حاجه الباك ماشي وحش، راه حاليا انا كنتفكر الباك وكنضحك على راسي. يعني فانا الباك كانت كندير في راسي العقليه ديال انه فقط امتحان، يعني انا غادي نمشي غندوز الامتحان. درت فيه شي حاجه تبارك الله، ما درتش فيه درت المجهود ديالي، يعني والكمال على الله. يعني انت فقط دير المجهود ديالك، يعني ماشي انت تبقى قاعد تمشي تطلع الكتاب تعاود تسال. يعني المراجعه ديال طليت على الكتاب، يعني مش المراجعه ديال الحفظه. ثاني حاجه الحافز ولا الدافع باش انه يخليك تراجع. يعني انت قبل ما تبدا المراجعه دير في دماغك واحد القضيه، يعني انت ماشي غير غادي تدوز الامتحان السلام عليكم. هذه المعلومات اللي كتراجعهم او هاد الدروس اللي كتراجعهم فهما غادي ينفعوك في الحياه ديالك كاملها. ماشي كلشي بطبيعه الحال، ف كالشعر الجاهلي دابا غنديرو دابا في الشعر الجاهلي وتقطيع العروضي. يعني في الناس ديال الادب راهم عارفين هادشي، يعني حاليا التخصص ديالي بعيد كل البعد على هادشي. تخيل راسك انك دابا شاد الباك، تخيل انك مشيتي طلتي على النتائج ولقيتي راسك ناجح وراجع لداركم انت ناجح، يعني جايب الكارطونه ديالك داخل لداركم واي نجحت جبت الباك مونسيون جبتيها باش مع المهم جبتي الباك، داخل داركم فرحان مفرح معاك والديك مفرح معاك عائلتكم، يعني والديك تيفتخروا بيك ولدي جاب الباك. يعني واحد الاحساس في الشكل، انا ما مشيتش شفت النتائج، مشاو الدراري صحابي تحيه لايوب واشرف اللي مشاو شافوا لي النتائج وجاو قالوها ليا ديك الساعه خدامنا على باليش يو. يعني تتفكر حاليا هادشي الحمد لله الله يرزقكم كاملين هاد الفرحه هادي. كنتمنى انه كاملين تشدوا الباك ديالكم وفقط انكم تقاتلوا تخدموا على راسكم. هادشي نقدر نقول لكم، يعني خلي داك الحافز ديال انه تفرح والديك وتخليهم فخورين بك هو اللي يمشي بك للقدام، هو اللي يخليك دائما وقت ما حسيتي براسك كتحط كواريك الارض، يعني وانك باقيش باغي تنوض للتراجع تفكر هي والديك، تفكر والديك فرحانين بك يا صاحبي جايب الباك. يعني هذا الكلام موجه للدراري والدريات. ثالث حاجه على قدر الاجتهاد ديالك راك غتجيب النتائج مزيانه، يعني اجتهدتي مزيان وتقاتلتي مع راسك وتقاتلتي بالمعقول وخدمتي من نيتك راك غادي تلقى نتائج مزيانه وعلى قد المجهود ديالك. ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل، يعني ربي ما غاديش يخيب.
كون اكيد من هذه النقطه هذه. ربي ما غاديش يخيبك وغادي يعطيك داكشي اللي كتمنى. القلب فين كاين؟ في الخدمه. في الخدمه فين غتخي؟ رابع حاجه هي الصلاه. وحنا حاليا في الشهر الكريم شهر رمضان، البنات ودراري اللي ما تيصليوش، علاش ما كتصليش اصاحبي؟ ربي عاطيك اصاحبي فم، عاطيك النيل، عاطيك العينين باش كتشوف، عاطيك ودنين باش كتسمع. يعني انت حنا محتاجين الله، حنا محتاجين نعبد الله، حنا محتاجين الله، ماشي هو اللي كيحتاجنا. الله راه غني عليك، اش بي دير لي لا صليتي ولا ما صليتيش؟ انت اللي كتحتاجو، انت اللي خصك تصلي باش انه تدعي يعني داكشي اللي كتمنى حتى تدعي الله وتيستجب. يعني الله سبحانه وتعالى تيقول لك اني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. يعني الصلاه راه حاجه مهمه جدا جدا في الحياه ديالك كاملها، يعني بغض النظر على الامتحانات ولا اي حاجه، فالصلاه مهمه في الحياه ديالنا كامله. يعني الصلاه راه هي عماد الدين، وهي اول حاجه تسال عليها الانسان ملي تيعمل. خامس حاجه هو التليفون، واتساب، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب، كل شيء. هادشي حيد عليا وقت الامتحانات، وقت المراجعة حيد عليك التليفون بصفة نهائية، بصفة نهائية. الله يرحم الوالدين. ماشي انت كتقرا تريرين الو صافي هادي جاي دابا، وات ار يو دوين، فين غادي؟ فين هو غادي؟ يعني اصاحبي يعني ما تضحكش على راسك. يعني دا انت بعد هادشي اللي كدير كتضحك على راسك، كتضحك على راسك بكل معنى الكلمه. يعني ديك الساعه ملي تسالي المراجعه ديالك، دير المكافاه ديالك نتايا، يعني غتجي هاد النقطه هادي من بعد، انك ملي تراجع واحد المده معينه وتسالي واحد الدرس معين، غادي تهز التليفون ديالك نص ساعه، الساعه ديالك دير بها اللي بغيتي، تفرج ازيدي في يوتيوب وتفرج في كل شيء اللي حبات لك الخاطر، نعمات تتفرج فيه صافي. النقطه السادسه وهي انجاز الامتحانات اللي دازو من قبل ديال الاعوام اللي فاتوا. هاد النقطه هادي زوينه بزاف وغادي تنفعكم بزاف 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 في المراجعه ديالكم. يعني هذه هي النقطه اللي غادي تخليك يا اما تنجح يا اما تسقط في غالب الاحيان. يعني 90% نقدر نعطي انا 90% تقدر تنجحك تقدر تسقطك هذه النقطه هذه. يعني حل الامتحانات السابقه، وانك تستغل اليوتيوب راه سيف ذو حدين. يعني استغلو نتايا في الدروس ديالك اصاحبي، ما في براس ما تفرج في ما دافع على فلان لفلانه وكذا وما الى ذلك، تفرج اصاحبي في الدروس ديالك يوتيوب. يعني في العقل البشري راه كاين يا اما تستعد من عن طريق الكتابه، يا اما عن طريق السمع، يا اما عن طريق المشاهده. يعني انت ديرهم بثلاثه، يعني غادي نجي واحد الطريقه في الاخر، يعني فهي فعاله جدا باش انك تحفظ الدروس ديال الحفظه. اي حاجه تلفات لك ما عرفتيهاش قيدها عندك، سول عليها الاستاذ، دير عليها بحث في جوجل. تحيه الحاج جوجل، الحاج جوجل عاجي فيها يعني بزاف المرات، ماشي بعض المرات. سابعا المراجعه عن طريق الخطاطات، يعني كاع الدروس ديالك دير لهم خطاطه، يعني الريزومي ديال الدرس كامله حطو خطاطه. يعني اي حاجه دير لها خطاطه بالطريقه اللي بغيتي نتايا، باش انه وقت الامتحان دائما كتستحضر ديك الخطاطه وكتستحضر الدرس كامله، والنقطه اللي بغيتيها كتجبدها من الدماغ ديالك. وكذلك انك تتعود الدروس اللي ما فهمتيهمش كتعاودهم بالطريقه الخاصه ديالك، عاودهم بالطريقه الخاصه ديالك نتايا وبالصياغه اللي كتبغي نتايا، باش انه في وقت الامتحان كتخرج داكشي كما خرجتيه من قبل. يعني كتكون ديك الساعه التعبير كتبقى تتعبر في الدروس ديال بين قوسين في الدروس ديال الحفظه، كنشير على الفلسفه، على الاجتماعيات، وعلى اللغه العربيه. المهم اون جينيرال اي حاجه تبغي تحفظ كدير لها بطاقه، كدير لها من القدام كدير داكشي اللي بغيتي تحفظ، ومن اللور كدير التعريف ديالو او
يعني الشرح ديال داكشي اللي غتحفظ كدورها كتبقى تتحفظ فيها كتحفظ يعني في الليل قبل ما تنس كتجيب دوك البطاقات كتقرا العنوان وكتبدا تعرضها مع راسك كتعرض الحاجه اللي وحلتي فيها كدور البطاقه كتعاود تقراها وهكذا وذلك تتعاود تحفظها اللي بغيتي كتولي كدوز البطاقات كاملين وانت حافظهم بلا ما تقلب الورقه وانت صافي تنيتي على داكشي اللي حفظت وعلى هذه الحاجه ما قبل الاخيره الا وهي الاستراحه ما بين اوقات المراجعه يعني انت دير واحد الوقت معين ديال المراجعه وبين كل ساعتين او شوف انت شحال تقدر تصبر في المراجعه يعني قبل ما يجيك داك الملل قبل ما يجيك داك الملل اللي خايب بزاف يعني خذ لك استراحه مده ديالها لا تقل عن ربع ساعه يعني اقرا فيها القران تسند فيها لعظامك يعني او غمض فيها عينيك واستراح مع راسك بعد ما تنساش التليفون اتونسيون تهز التليفون غتولي تعيا عينيك اكثر وملي تعاود تجي تقرا يعني ما تقدش باقي تراجع هادشي اللي كاين كل فتره ديال المراجعه وفتره اخرى كدير ديك الاستراحه يعني وهي غادي تنفعك بزاف يعني فاش كتدخل للحصه الاخرى ديال المراجعه فانت كتدخل بنفس جديد وكتدخل على الثاني باغي تحفظ من ميتك واخر حاجه اللي هي المكافاه انت راجعتي كملتي المراجعه ديالك راجعتي مزيان داكشي اللي حطيتيه في البروغرام انك تراجع وراجعتي كاملو كافئ راسك دير راسك مكافاه يعني خرج دور لك مع راسك كل لك داكشي اللي بغيتي يعني دير اي حاجه انت كتبغيها وكترتاح فيها ديرها وما غاديش تندم يعني الدماغ ديالك غادي يولي دائما يربط المكافاه بالخدمه وغتولي وقت ما باغي تراجع تتربط الدماغ ديالك تيدير في راسو انه من بعد ديك المراجعه صبر وكافح وراك غادي تاخذ واحد المكافاه من بعد هذيك هي النقطه اللي بغينا نوصلوا لها انك تولي العقل ديالك هو اللي تيقول لك نوض تحفظ نوض تحفظ باش ناخذ المكافاه فكره واعره كون فكر شويه هادشي بالعقل يعني هنا كتعرف انه المراجعه فقط بالعقل مايند سيت يعني هادشي كامل اللي كيتعلق بالمراجعه يعني وهادشي تقدر تطبقه في لافاك تقدر تطبقه في ليسي تقدر تطبقه في ليستيا يعني في اي حاجه نتايا كديرها في الحياه واخيرا كنتمنى لكم النجاح كاملين من القلب الخالص وكنتمنى انكم كاملين تشدوا الباك ديالكم وكاملين انكم تجيو تكومونطيو هنايا وتقولوا واش شدينا الباك ديالنا الكرتونه يعني احساس واعر يعني بدكم تصوروا داك الاحساس ملي تشدوا الباك ديالكم وما تنساوش رمضان كريم عليكم كاملين مبروك عليكم رمضان مبروك عليكم الشهر الكريم كنتمنى تدوزوا بخير وعلى خير الناس اللي مدوزين مع عائلتهم تهلاو في الوالده وتهلاو في الخواتات راهما اللي كيطيبوا لكم هما اللي كيسهروا لكم على الراحه ديالكم وعلى انكم تدوزوا سحور زوين وفطور زوين اوف والناس اللي ما مدوزينوش مع دارهم كنتمنى انكم تدوزوه مزيان تلنتوما وانكم تلتجؤوا لموائد الرحمن فهي الملد ان شاء الله